ما من كاتب إلا وسيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بيدك شيء إلا يسرك يوم القيامة أن تراه. لعلها الحياة تنسينا عبق التواصل، ولكنها لا تنسينا من أحببنا. يا قارئا حباك الله بصوت جميل يصعد من الأرض إلى السماء، يا قارئا من الله عليك بصوت له دوي، فاقرأ علينا ورتل القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة ونحن على مأدبة المستمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إن عجز لساني عن وصفك، وإن كفت جوارحي على أن تكتب معناك، فكفاني شرفا أن أذكر اسمك على لساني. يا صاحب الرسالة الجامعة والرسالة المانعة، يا من مشيت على بساط الشوق حتى أتاك اليقين من ربك. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي الذي قال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أنا أكتب وراءك كل كلمة، فهل أكتب في أثناء غضبك؟ فقال يا ابن مسعود: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما كان ينبغي لمحمد بن عبد الله أن يتلفظ بكلمة واحدة تغضب الله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك وعلى أحبابك وعلى أزواجك، أخص منهم السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض، والذي حينما وضعت الإمام الحسن بن علي قامت وتوضأت وصلت ركعتين خفيفتين، فغضب الجميع وقالوا: كيف تصلي فاطمة في هذه الأيام؟ فخرج الحبيب وأمسك بيد السيدة فاطمة فقال: أيها الناس، هذه فاطمة بنت محمد، من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فإن الله قد طهرها من فوق سبع سماوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن رذار ابن مع ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان وعادت الطيور إلى أوكارها وبدأت النجوم تلمع في سماء دنيا الناس، وبعد أن غارت شمس هذا اليوم وقد شهدت على ما فعله العباد على ظهر الأرض،
فآن الأوان لهذا الليل أن يجتمع فيه الأحبة ويناجي كل إنسان في هذه الليلة القرآنية المباركة في أيام تهب علينا إن شئت فقل نفحات أو لفحات حجيج بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي ودعت الدنيا بأسرها لتسعد وتهنأ بلقاء ربها عز وجل، لحظات قليلة حتى تتعلق الأرواح بعنان السماء، ولحظات قليلة حتى تتهيأ العيون كي تجمع العيون زفرات الندم والحب والإخلاص، فالدموع دمعتين، دمعة تنزل عند البكاء ودمعة تنزل عند الفرح، والبكاء أنواع، بكاء على حبيب وبكاء على مال وبكاء من خشية الله عز وجل. فهيا بنا نتهيأ للبكاء من خشية الله عز وجل بعد برهة قليلة من الوقت، حيث أرى عن يميني علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فهو في غنى عن وصف أو تعريف، لأنه كما قالوا لا ينكر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمد، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه رجال صدقوا ما
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وما زادهم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى وما بدلوا تبديلا وما بدلوا ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين Yeah.
وكفى الله المؤمنين القتال.
وكان الله
يا 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 فتعالينا أمم يا قوم فتعالينا أمتعهن وأسرحهن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله رسوله حتى الآخرة والدار الآخرة فإن الله يا نساء وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا Oh,
وأعطتنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد وقلنا قولا معروفا وقرنا في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالوا لماذا تمدح آل طه وترتجيهم قلت كيف لا أمدح آل طه وقد كان جبريل خادما لأبيه وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة كما تقدم عائلات أبو عليوة بالمطوعة وحمادة وسمك وأبو عيشة بهجية والغروري وأبو بير
بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم مصرادق المقام إحدى مخازن أولاد تميم بهية، شاكر مهندس صوت النار مهندس أحمد لطفي العطار بهية، واجب ضيافة وائل وصالح بالإبراهيم. إخوة الإيمان والإسلام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منزلة خاصة لا يعرف قدرها إلا من عشق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء. وإذا أردت أن أقف على باب كل واحد منهم يحتاج إلى وقت طويل أن أتحدث عن سيرتي الذاتية. وعلى سبيل المثال أبدأ بالرجل الثاني بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق الذي كان دائما عاشقا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشق دائما النظر إليه والجلوس بين يديه وإنفاق المال عليه. وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي حينما قال لسيدنا بلال حينما أعتقه وقال له بلال يا أبا بكر لقد جاءني هاتفا أن أنتقل من مكة إلى المدينة إلى بلاد الشام. فقال له أبو بكر الصديق ومن يؤذن لنا يا بلال؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر فلمن أؤذن؟ فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه أذن لنا. قال كنت أذن لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله. وأصر في الإلحاح على سيدنا أبي بكر إلى أن أذن له وترك المدينة. وفي ليلة من الليالي قد صفى سماؤها إلا وجاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وقال له يا بلال ما آن الأوان أن تراني؟ فخرج بلال واصطحب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ووقف على قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورفع الآذان وكبر وقال الله أكبر الله أكبر. وحينما قال أشهد أن لا إله إلا الله وكأن الأرض زلزلت من تحت أقدامه وحينما قال أشهد أن محمدا رسول الله كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبره. هذا هو سيدنا بلال في حواره مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأتذكر سيدنا أبي بكر حينما جلس والحبيب صلى الله عليه وسلم ليدخل أعرابي ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فأعطاه الحبيب صلى الله عليه وسلم صدقة ثم عاد إليه مرة ثانية وطلب من حضرة النبي صدقة فأعطاه. وفي المرة الثالثة دخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا لا أطلب صدقة ولكن أطلب أن أمسك بلحية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكان كفيف البصر فاخترق الصفوف وقام الأعرابي وأمسك بلحية سيدنا أبي بكر الصديق وقال اللهم بحق هذه اللحية وبحق هذا الجبين الذي يسجد لك أسألك يا أرحم الراحمين أن ترد علي بصري. فأوحى الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك وعزتي وجلالي لو أقسم الأعرابي على كل كفيف على ظهر الأرض لرد إليه بصره إكراما لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
هذا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى سيدنا عمر الذي رأى له الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام نهر أبيض من اللبن وأحلى من العسل وقصر فيه حور العين، فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال عمر: أو عليك أغار يا رسول الله؟ هذا هو عمر الذي كان في موسم الحج وجاءت إليه جمرة من الجمرات، فقال: والله إني أرى أن أجلي قد اقترب في هذه الليلة وبعدها بأيام قلائل. ذهب ليصلي بالناس الفجر ويقرأ قول الله تعالى في سورة يوسف، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إلا ويدخل أحد صناديد الكفر والنفاق ليطعن عمر ما يقرب من 7 صعنات تحت سرته، فتخرج أمعاء عمر في المحراب وأطال في سجوده. فقال عبد الله بن عمر: يا أبي ضع رأسك على ركبتي. فقال عمر: لا، ضع رأسي على الأرض لعل الله ينظر إلي فيرحمني. هذا هو عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك ملئ المحراب بالدم وملئ الطريق بالدم، وذهب إليه علي بن أبي طالب وقال له: يا عمر، في أي مكان تحب أن تدفن؟ قال: أحب أن أدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى السيدة عائشة وقال لها علي: عائشة، عمر يحب أن يدفن بجوار رسول الله، فما رأيك؟ فترد قائلة: والله يا علي، لقد استأثرت هذا المكان لنفسي، كنت أحب أن أدخل على زوجي وعلى أبي، ولكن طالما عشق عمر أن يدفن بجوار رسول الله فقد تنازلت عن مكاني هذا لعمر بن الخطاب. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عمر الذي كان إذا أراد أن يكتب شيء يتعلق بأموال المسلمين أوقد السراج، وإذا أراد أن يكتب شيء لنفسه أطفأ وأطفئ السراج حتى لا يسأل عمر أمام الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين الذي كانت له معاملة خاصة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت له قياما واحتراما، فقال لي: كما أنت يا عائشة. فجاء الحبيب فطرح على ظهره فوضع رأسه الشريف على ركبتي، وبعد لحظات قليلة أطرق الباب. من؟ قالت: أبي بكر الصديق يا رسول الله. قال لها: أذني له بالدخول. ولم يتحرك رسول الله. بعدها بقى دقائق أطرق الباب. من؟ قالت: عمر بن الخطاب يا رسول الله، جاء إليه. فقال لها: أذني له. فدخل عمر ولحظات قليلة إلا وجاء علي وأطرق الباب. فقال لها: أذني لعلي. ولم يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد لحظات أطرق الباب. من؟ قالت: عثمان بن عفان يا رسول الله. ففزع الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكانه ولبس البردة وجرى إلى الباب ليفتح الباب لعثمان بن عفان. غضبت السيدة عائشة، قالت: دخل عليك أبي صاحب رحلة الغار، ودخل عليك عمر بن الخطاب، ودخل عليك علي الذي نام في الفراش
وتبرع بجسده وروحه ولم تقف لواحد منهم. وحينما جاء إليك عثمان بن عفان قمت له يا رسول الله، فقال لها يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ سيدنا عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة. انتقل على بساط السرعة إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، علي في ريعانة شباب.